أسأل الله العلي العظيم أن يجزيكم سيادة الرئيس خير الجزاء عما تقدمون في خدمة الدين والوطن والإنسانية، وأن يكلل جهود سيادتكم بمزيد من النجاح والتوفيق. ويسرني أن أقدم لسيادتكم باسمي وباسم علماء الأوقاف وأئمتها وواعظاتها وجميع العاملين بها هدية وزارة الأوقاف موسوعة الثقافة الإسلامية، وهي من أحدث إصدارات الأوقاف في مجال تجديد الخطاب الديني. وكل عام وسيادتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.